طول عمرك للاسف انه يحصل هذا في رياضتنا بهذا الحدث اللي صار، خاصه انه كان يعني هي المباراه مسجله يعني، وبغض النظر شنو وجهه النظر اللي صارت. بروح وياكم لاخر نقطه في هذا الحوار، بقول لكم مثلا دكتورنا تلفظ بالفاظ غير لائقه تجاه الحكم مثلا مجازا، وهذا الكلام غير صحيح، والدكتور محمد مبروك محشوم عن هذا الامر. الحكم بهذا الامر عنده الكرت الاحمر وعنده تقرير المباراه، مو من حق تعتدي على دكتور الفريق المرافق لفريق نادي كامل بهذا الشكل المخجل، اللي هو شارح نفسه لا يمكن وصفه باي كلمه تليق بمستوى هذا الحدث اللي صار. الامر المستقرب ان حكم المباراه قاضي الملعب المفروض اللي يكون هو اهدى شخص في الملعب كامل انه يقوم بمثل هذا التصرف ويعتدي على الحكم، رغم ان جلست مع الدكتور محمد وانا توني طالع من النادي. ترى الدكتور محمد وشرح لي الحادثه تماما، يقول استاذنت الحكم عندنا اللاعب متعود، فدخلت اركض تجاه اللاعب المصاب. اول سؤال تسال اللاعب انت شو فيك؟ ما تدري هو بالع انسانه، هو مكسور، هو عنده مشكله. الحكم قاعد يدفع الدكتور، طلع بسرعه، قال له لحظه لو سمحت كابتن خلني اتاكد شنو فيه، يمكن اللاعب عنده كسر، واذا تم نقله ما في نقاط اسعاف اولا، اذا هو عبد العزيز حصان كابتن الفريق اذا انقلوا اللاعب لخارج يمكن تضاعف هذه المشكله وتضاعف هذه الاصابه. ولكن الحكم كان متنرفز اكثر من اللازم، دفع الحكم اكثر من مره، دكتور الفريق قال لو سمحت ما تدفع لي وخر ايده. هني الحكم اعتدى بشكل بين قوسين، ما ودي يعني اسيء لهذا الحكم، اعتدى بشكل غير طبيعي، بشكل مخجل، بشكل مستغرب من الحضور. عدل هذا شو الحكم يسوي كذي؟ عدل غريبة يعني، حتى لو كان ايا كان عندك كرت احمر يا دكتور، وصارت لنا حادثة العام مع احد الحكام اشهر الكرت الاحمر للدكتور وانتهى الحادثة قال غفور رحيم. ولكن احنا ناشد رئيس الاتحاد، نعم ناشد رئيس الاتحاد الشيخ احمد اليوسف، انه لازم يتدخل وينقاذ الرياضة الكويتية من هذه الاعمال اللي قاعد يرتكبون الحكام. الحكام عندهم اخطاء كثيره، اخطاء قاعده تسبب بخسارات فرق، اخطاء قاعده تسيل الرياضه الكويتيه. الحكم من جنسيه المصريه اللي كلها كل احترام وتقدير، وهو من خيره الاطباء الموجودين في نادي كارما، والله العظيم كان في حاله يرثى لها، وهو ما اساء للحكم، كان مضايق للحدث اللي صار، يقول كيف يعتدي علي وانا رجل كبير في السن ورجل عنده اسره قاعد يشوفونه في التلفزيون في غربه مو عارفين شنو ظروفه. فبالتالي على الحكم محمد منو، وحسب ما عرفت ان حكم مستجد، انه لازم يكون هناك في عقاب لايقاف مثل هذه التصرفات من حكام المباريات اللي قاعد يسيون للاتحاد. يعني اتحاد كره القدم انت نتائج ما عندك، مسابقاتك الكل قاعد يسردك عليها، الكل قاعد الصحافه تويتر وسائل التواصل الاجتماعي الكل قاعد ينتقدك، فبالتالي هذا اختار الحكام قاعد يزيد اللود عليك، انت في غنى عن هذه الامور. نتمنى على الشيخ احمد اليوسف بسرعه التدخل، و يعني احنا مثل ما عرفنا ان هناك تحقيق مع الحكم. نعم. ولكن هذه ما هي اول مره للحكام المباراه، لو كان في عقاب رادع للحكام في المرات السابقه ما كان في تصرف من الحكام مستجدين هذه المره. طيب. ولكن احنا في هذا الموقف نستنكر ما حصل، ونتمنى من الاتحاد الكويتي انه ينصف نادي كاظمة وينصف دكتور الفريق المرافق باعلان تفاصيل التحقيق كامل. يعني مو معقوله اذا اداري توقف تنشرون في جميع الوسائل الاعلاميه، اذا مدرب توقف نفس الموضوع، ايش معنى حكامكم اذا بين قوسين عقبتوهم؟ طيب تخفونه وكانه من اسرار الدوله، هذا امر احنا عليه علامه استفهام كبير. طيب، شكرا لك يا دكتور ناصر الفضلي مدير المركز الاعلامي في نادي كاظمه.